صباح النور والسرور والورد المنثور، اش نحويلكم يا البنات؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير ونعمه الناس الكل. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، صلوا على سيدنا محمد ونحكي لكم كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم يا البنات فيديو جديد، فيديو مخالف للعاده، حاجه ما عملتهاش معكم قبل، حسيلو هاكم باش تشوفوا معايا التفاصيل. فرحانه بيها على الاخر، تبدل المود متاعي كيما تشوفوا. ما نعرفش ديجا الفيديو تعدى اما كومي، معناها نهير تعدى اما كومي، مازلت فرحانه على الاخر ونحس في روحي في مود اخر، في عالم اخر. فرحانه على الاخر، ان شاء الله ربي يديم الفرحه وان شاء الله ديما فيديوهات كيما هكا يا ربي. صباح النور، صباح الورد، مش حكم البنات. هذايا المشوار اللي قلت لكم عليه، مشيت انا سلفتي، بطلت مانيش باش نمشي سلفتي وحدي، باش نمشي انا سلفتي الزوز. كلموني ديجا هما في المحطة، هاني ماشية والعمل على ربي. ما نعرفش، راني انا نصور لكم على الصباح بكري، كما تشوفوا الدنيا مازالت مظلمة شوي والعباد يخزرولي منا ومنا، فمانيش باش نطول برشا. حاصل وين هاني قريب نوصل لهم، اكيد تنصور معاكم شوية تفاصيل ونوريكم وين مشينا وش عملنا بالضبط. خلنا قبل ندخل للسوق، اختي ياسر قولي تليفوني، خلنا نعمل ستوري هنا يا الاخر، هذا بسيط. حتى دور رجيك لحد الرز، لحد الرز دور رجيك. هذه أكثر هي عجبتني بحر العرب. رسا خلينا نصور كبوت، عجبني والله يهبل بطيء، لكن بلاستيك ننسخ الشريعة. قديش هذي خويا؟ هذا أحلى، توب أحلى. قديش؟ 85. هذا لونه أحلى، يمشي لك هذا كل شيء. مع الروز، مع الموف، مع الجري، مع الروز، يمشي مع اللون الكل، أحلى من الجري، ولونه طالع خير من الجري. ليلى هو فيه الفوشيا هذا. نعرفش على ليلى، انا نشوف في ليلى. أولا هنا يا البنات كملنا الدورة متاعنا في السوق، عملنا دورة سمحة، تبضعنا. الحقيقة أنا راني ما تبضعتش برشا حاجات، راني تو نحكي لكم في وسط الفيديو. حاسيلو خذينا ما لازمنا الكل، بليتو اللي لقيناه متوفر، معناها ملي حاجتنا به الكل خذيناهم وجينا لهنا. خذينا تاكسي وخرجنا لهنا بعد 11:30، خذينا تاكسي ومشينا باش نمشو لقهوة بالانس. ما نعرفش أول مرة باش نمشي لها الحقيقة، أنا ما نعرفهاش، اما للي معناها يتبعوا فيا من هنا وفما شكون يعرفها، واللي ما يعرفهاش فوق حمادي عبيد. بالحق قهوه سمحه على الاخر، عجبتني الحقيقه البلاصه، اول مره نمشي لها. فما نحكي لكمش البنات، اذا ما تعرفوهاش اعملوا عليها طله، بالحق راهي سمحه على الاخر، حتى القعده فيها على محلاها. لهنا وصلنا، البنات يضحكوا علي ونقول لهم منين باش ندخلوا، خاطر فما حمادي عبيد وبرشا بنايات وما ريتوشنا الباب نتاع الدروج هذا. حسيلوه الحمد لله السلفات يجوا يعرفوا البلاصة، وإلا رانا أنا واحدة من الناس كنت نغدي نضيع، معناها نغدي. الحسيلو يا البنات طلعنا ودخلنا للقهوة لهنا، هذيك سلفتي اللي تمشي قدامي. عدينا نهير سمح، افطرنا وقعدنا من بعد الفطور يا البنات، ضيعنا نهارنا لهنا، روحنا تقريبا الأربعة ولا الأربعة ونص وصلنا للدار. نهير اليوم ولا في الأحلام، بالحق يا البنات نهير اليوم.
فرغت فيه معناها نحيت فيه كما نقولوا خمجة على قلبي وكل الهم اللي فوق راسي الكل مشي على روحه. روح نهير مازال مأثر فيه لليوم يا البنات، مانيش مصدقة اللي جاني نهار هكا وخرجت تفرهت، رغم البلاصة بسيطة والإمكانيات بسيطة، لكن يا البنات راني فرحانة فرحانة على الأخر، ونحس في روحي في مود جديد وداخلة لداري بكل طاقة إيجابية. وصلنا يا جماعة أخيرا، كملنا المسواق نتاعنا كيما نقولوا نحنا الشوبينغ. أنتو نوريكم الغرس اللي عندنا. برحكم برحتيني وبرحتي هو مسواق. حاسيلو يا البنات كملنا الشوبينغ نتاعنا، راني تنوريكم القدس اللي بجنبي، وجينا لهنا للبلاصة دي أول مرة نجيها الحقيقة. سلفيتي جاوها قبل وقولي سمحة، هم جايبيني عاد اليوم لهنا، خلي نشوف البلاصة. حسين هذه بسوسي، سالتي الاخرى مشات تغسل فيديها، وان شاء الله نحن ماناش غاسلين يدينا. انا النصيحه استنى تجيب نمشي بالوحده بالوحده. حسين جابوا لنا المني باش نختاروا شنو باش ناخذوا، مانيش عارفه باش تختار لنا بثينه، معناها اللي تختار بثينه هذاك هو. حسين باش نفطروا ديريكت نروحوا، اما رانا حصلنا حصله كلبي البيت توا تقريبا قريب نص النهار ونحنا مازلنا ما روحناش، وباش نفطروا فطور الصباح توا. ف شنو انا نكملوا نفطروا ومن بعد ننطلقوا نروحوا على رواحنا. حسين خلي نجي بالكاميرا ونوريكم كيفاش اللي عندنا. شوفوا يا البنات وليتوا القدس، قدس 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 ساك وقدس، داخلين بسيكانا ما عندناش وين نحطوهم، فهمتوا؟ فولينا اضطرينا نجيبوهم الكل. حسيلو تو ان شاء الله نكملوا الريفيو مرة في زوز ديريكت قصدي زوز قائمة ديريكت ديريكت عندكم براش. اخيرا يا البنات جا النهار اللي خرجت فيه من غير الصغيره، خليتهم في الدار و اخرجت وخليتهم وحد، خليتهم لبنتي ان شاء الله ان شاء الله ربي يحرسهم. صح بنيتي الصغيره هي اللي خايفه عليها، صحيح بنيتي تهنيني اما كومين باقي ديما في بيت. عجات السلفه سلوفه الاخرى شبه السلفه زوجنا عليك ملقينيكش سي كانت بحلوفة هذه سلة سلفتي الكبيرة، هذيك سلفتي الأصغر مني كبرنا في طاعة أختي. الله من ما نقصد معناها الأول بالأول، هذا إيش نقصد بالكبير. تو ميمة 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 وبو بثينة قد قد نازلة مرة. جينا نهار بالزنغار ايجو نتوما مش يجي اسمع ناكلوا الملك وبعد ما نستنى نصور بعد بتويت تو نصور نتاع اليوتيوب بعتلي على الواتساب حلول طيار في التصوير طيار بعتلي على الواتساب بس مش ما تحشي كاليتي هاي حبيبي مرة ما عملتي نتاع سنين قلت نبعث لك على الواتساب كملنا فطرنا وشربنا قهوتنا وصي خرجنا لهنا ومشينا للبوتيكات نتاع الاسبا بتحشيكم باش نشوفوا البنات سلفتي وبنتي باش نشوفوا لهم بوتي تاع كدي بوتين. فالحقيقه ما مش ملقيناش شواء، اما شواء موجود خيرات ربي، اما الاسوام يا البنات نار 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 الحقيقه ما فماش معناها بوت تحت ال 120 117 اقل واحد يظهر لي 117 دينار الجنيه برشا الحقيقه، ومن ما هم شكل الحاجة الواو معناها بالحق باش يستاهلوا السوم هذايا. ف
الحقيقه ما شرينيش من هنا، وقررنا باش نشرو من السوق الحق، معناها باش نشرو من سوقنا لهنا، فيه ديجا شوا وفيه برش حاجات سمحه بريسك نفس الموديلات هذوما ونفس الكاليتي وسوم ارفق برشا الحقيقه. زوز الثالثة بلاش، كل شيء كل شيء كل اللي زرتي على كل زوز فما واحدة بلاش. إذا هزينا قطعتين، واحدة بصوم والأخرى بشتر. إذا هزينا قطعة برك فيها 20%. مش بالضرورة نفس الأرتيكل، تحبوا تهزوا نساء رجال صغار. ديما الأقل هو الأقل سوم هو البشتر. أما تحبوا تستفادوا بالبيه، قربوا البريد لبعض، كي يبداو نفس السوم واحدة بلاش. باهي. شو هذا محليهم ليلى البوتيت التوال؟ ونا الحقيقة يا البنات نحكي لكم على روحي، نا الحقيقة سلفيتي بحكم موظفات، فمي معناها يشرو عادي هون مع القطعة، ماهيش مشكل، معناها الحقيقة أنا لا ما نكذبش عليكم الحق الواقع، من نجمش ناخذ صباط بمية واش نهايتي، والله نهايتي إذا معناها أغلى وشاطة الباعة راهو 60 دينار 65 دينار ماكسيموم متاعي، معناها باش ناخذ بها بوت ولا حاجة. الحقيقة هذاك علاش نمشي للسوق ونشري من السوق الحقيقة الأكثرية، سينو راني الحق معناها ما نشريش حاجات غاليين، كل واحد وظروفه الحق. سلفاتي ما شاء الله كل شهر تجي في مشهرية، أنا ماني قاعدة في الدار ما نجمش نشري حاجات غاليين بالسوم هذي. الحاسيل يا البنات جينا لهنا كيما ريتو بروميسيون، معناها اما بروميسيون ما نعرفش كيفاش حسيتها. حاسيل والقطعه غاليه على الاخر كيما قلت لكم 117 120 170 180. هذه البلاصه اسمها سنترال تشوز قبل حمادي عبيد شويه، سمحه الحقيقه وفيها برشا اشكال والوان وكيما قاعدين تشوفوا. اما الاسوام خياليه، البروموسيون اللي موجوده فيها تاخذ كعب عليها 20%، تاخذ كعبتين الثانيه بشتر الحق، تاخذ ثلاثه بلاش. اما نعرفش حسيت برشا استغلال الحقيقه، الموديلات اللي موجوده ما تستحقش، معناها فهمتوا ما تستحقش الاسوام هذه الكل. ما فماش حاجه هكا واو اللي النجم معناها نحط فيها 170 180. هما ديجا البوتيت هذوما موجودين عندنا في نهايتهم 50 دينار 45 دينار، اذا شاطت صغيرونين معناها ب 82 دينار ب 85 دينار صغيرونين، بوانتير 20 و 22 برشا الحقيقة. المهم عملنا دورة، عملت لكم هكا فيديو، حبيت نوريكم شنو موجود شنو متوفر. اما يا البنات الاسوام الحقيقه نار نار نار. الحمد لله اللي في مقدوره باش يشري صحه فرحه، واللي ما ينجمش راهو عندنا سوق بديل. المهم يا البنات كملنا عملنا دورتنا لهنا وتعدينا البوتيك واحد اخر، الحقيقه ما لقيناش فيه برشا حاجات. اما انا خذيت الحقيقه شليك حاجاكم اكوير هذيك اش اسمها اش يقولوا لها الصحيه، خذيت وحيده مساعدتني بالكدا وبلا على الاخر، وخذيت حويجات لبنياتي هاني نكمل المونتاج لهنا ونمشي نصورهم لكم يا البنات. الحقيقه ما صورتهمش خاطر ما شريتش برشا حاجات، اما هاني باش نمشي نصورهم لكم باش نكملهم على الفيديو. هذايا لهنا دخلنا الحانوت واحد اخر بوتيك بليتون طيح له في قدره ونقول حانوت، زاده كيف موديلات ماهيش طياره، اما ارفق برشا معناها من البوتيك الاخر، حاجات سمحين اما حسيتهم ما عرفش البنات. راه والله نشوف موديل كيما هكا، فما موديلات نجم نلبسهم عاديين وفما موديلات نحسهم هكا ما نعرفش كيفاش نقولها الكلمه، ما تحسهم مجودرين شويه ما نعرفش الكلمه تفهموا ولا ما تفهموش، اما نحسهم كل الفولغار شويه فهمتوا، ماهمش ما نعرفش نحنا ما نلبسهمش، انا ما نلبسهمش بليتو، فما حاجات ما نلبسهمش في الموديلات اللي شفتهم هذوما الكل. حسيل وهي اذواق الدنيا الحسيل. عدينا الفيتا عدينا نهير وتفرهدنا وشيخنا وعملنا جو وعملنا من كل حسيل وهي البنات، روحنا مؤخر ما نحكيلكمش نهير هذه، سمح ان شاء الله يا رب يعني زعما قررنا، معناها قلت لهم في العطله الجايه كيف تتلموا نمشوا، خاطر سلفتي الكبيره تاخذ كونجي كان في العطل مع صغارها وسلفتي الاخرى بطبيعتها في العطل معطله، ف
الحقيقة قلت لهم العطلة الجاية إن شاء الله نعودوا هالخرجة هذه. إيه ما يا البنات، العطلة الجاية إن شاء الله كان عطانا ربي عمر فيها سيدي رمضان، فمش مسهل ربي حسيل إن شاء الله مرة أخرى، ولا إن شاء الله الأيامات الجايين هكا يجوا نلقوا فرصة باش نخرجوا خرجة، خاطر بالحق يا البنات رانا ما نلقوش وقت باش نقعدوا مع بعضنا، حتى كان باش نمشوا معنا نقعدوا في دار حماتي نقعدوا وقت سويعة سويعتين بالياسر وقت ذر وكل شيء، وتبدا اركح اهبط اقعد ريض، فما ما نخلطوش نتهنوا بالقعدة. اما خرجة كيما هكا تبرد على القلب. حسيلو يا البنات هاني باش نقوم توا نصور لكم نكمل لكم البارتي الاخرى، صوت وصورة ديريكت معناها مش باش نمنتجها. حسيلو يا البنات هذه البارتي الاخيرة باقي نصور فيها توا اكمالة الفيديو ان شاء الله يهبط لكم بعد شوية. حسيلو خديت الجنين وجنة بنتي السروال الباتيليفون هذايا، هو جا بين الباتيليفون واللارج، حسيلو جاها محلاه لبسات وهي ديجا البارح مشينا بيه لدار حماتي هذيك علاش طاحت عليه لهنا. والله يا البنات خديته لها فرصة السوم هذايا، خديته بخمسطاشن دينار السروال هذايا، ديجا هما كعبتين بقوا في الاخر خديتنا كعبة وسلفتي كعبة بخمسطاشن دينار، وسلفتي الكبيرة تحب بنتي الصغيرة على الاخر على الاخر اخذت لها الدفدوفة هذي، شريتهم حلايا البنات تبل 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 على الاخر، وسمحة وقماشها طيارة يا البنات والله ما نحكي لكم، مش القماش سمح 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 سمح، شوف دفدوفة على الاخر. واخذيت حاشيكم الكلاستات هذو، ما خذيت تزينة ديجا فركتها معناها عملت كل زوز مع بعضهم، و تقريبا هذاك هو. واخذيت حاشاكم اشليك هذه اللي انا ديجا لبستها امس معناها مشيت بها لدار حماتي كهو. هذا شنو شريت يا البنات من السوق، الحقيقه ما شريتش حاجات اخرين، خذيت لا والله خذيت زاده شركه وخذيت بانسو كهو، ما خذيت حتى شيء اخر سينو خذيت زاده هكا سروال دفدوف لبنتي كل جينجي تلبس تحت الحوايج ما يتلبسش وحده لبسات، وما نجمش نوريه لكم. حاسيلو يا البنات هذه اش كان معنا الشوبينج نتاعي، مشيت نهار كامل على هذو، وديجا هذه ماهيش بفلوسي شرتها سلفتي البنتي كهو. الحاسيلو يا البنات ما تنسوش باش تشترك في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس وتعملوا لي لايك وتعملوا لي تعليق، ومرحبا بكم الناس الكل، شرفتوني ونورتوني وانستوني وكل شيء، كل الحب وبرشا حب للناس الكل. باي باي وبسلامه.